السلام عليكم، معاكم الكابتن مينا. معانا بيلا، بيلا جرويه جيرمان عسوله 3 شهور، ومعانا الاونر بتاعها احمد. عايزين نعلم احمد ازاي يتمشى بيها، وفي نفس الوقت قلت فرصه كويسه ان انا اصور لكم فيديو لموضوع التمشيه. اول حاجه انا اتكلمت مع احمد فيها ان احنا هناخد المقبض بتاع الليش هنحطه في اليمين. يلا ايوان، انا عارف انت مصمم على المسكه القديمه، تمام. هناخد بقى الليش، وريني ازاي انا علمتك تمسكه. لا مش كده، هنعكس، هتخلي صبعك ده هنا وتمسك كده. اقفل ايدك عليها بقى، اقفل ايدك على الليش. ايوه كده، حلو. طيب لو عايز تقصر الليش شويه هتعمل ايه؟ ايوان، شفت الموضوع اسهل ازاي. طيب عايز تطوله هتعمل العكس الناحيه الثانيه. احنا محتاجين ان احنا نقصر الليش شويه. لا شويه كمان كمان كمان، نزل كمان كمان. لا كمان، مش عايز اللي حصل يحصل، مش عايز ده، مش عايز المسافه دي. اعدل ايدك، انت عكستها. طبعا يا جماعه احنا لازم نصبر على احمد بقدر الامكان. طبعا في عندنا كلاب بلدي والاستاذه بتلعب معاهم، فلازم نصبر بالراحه. وانا عارف ان اي حد مكان احمد هيتلخبط. لا نعكس ايدينا يا احمد كده الناحيه الثانيه كده. لا هنعكس ايدينا كده بحيث ان انت صبعك ده يبقى ورا الليش. ايوان، قصر بقى واعذروني على التصوير عشان انا بصور وبعلم احمد في نفس الوقت. بص يا احمد، انت هتمسك الماسكه دي، فبالتالي بيلا لازم تكون في الاتجاه الشمال. طيب لو انت عايز تمشيها على اتجاهك اليمين هتعمل ايه؟ هتعكس، هتحط الليش هنا في الشمال وهتمسك بايدك اليمين. ده كله بيرجع لايدك اللي انت بتستخدمها اصلا، تمام؟ هتستخدم اليمين. يبقى هنعكس، هنخلي صبعي هو اللي في ظهر الليش. ايوان مظبوط. قصر كمان. لا كمان كمان، حلو قوي. عايزك بقى تخلي ايدك في الجنب زي ما اتفقنا. انا اتفقت مع احمد يا جماعه ان ايدي بتبقى هنا عشان لما الكلب يجي يتاخر عني ايدي هترجع ورا، فده السنس بتاعي. هبتدي ان اقول له لا واقوم مقدم ايدي تاني في النص، طلعت قدام هرجعها تاني، جت بعيد تشمشم في حته هقوم رجعها تاني، وهكذا، تمام. خد خطوات بسيطه يا احمد، اتمشى كده خطوتين ثلاثه قدامي وقول لها يلا يا بيلا. بيلا يلا بينا. يلا. ايوه ايوه، شاطر ممتاز. هنا التمشيه بهدوء، انا ما طلبتش منهم اوردرات ولا طلبت حاجه. عايزك تلف بس، وانت بتلف بتلف في الاتجاه التاني. ايوه 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 مظبوط. يلا تعالى يلا. اتكلم معاها، ما تسيبهاش كده. ايوه يلا يا بيلا. ايوه شاطر، يلا يا بيلا بالراحه. ما شفت ايدك بعدت وما اتكلمتش. اول نقطه لازم تتكلم. بيلا كم، تمام. انا لما امشي مع اي حد لازم اتكلم معاه عشان نتسلى. نفس الفكره، لازم اتكلم مع بيلا عشان الفتها ليا وانا بحط رولز. حلو يلا بيلا. عايزك تتمشى. بيلا كم. ايوه يلا بينا. ايوه اتمشى اتمشى، قول لها نو، ما تسيبهاش تشمشم بالراحه، واحده واحده. بيلا يلا. ايوه ممتاز، بالراحه كمان. اتكلم اتكلم يا احمد طول ما انت ماشي. بيلا كم. وايدك مسحوبه. طيب تعالى اوريها لك وهنصورها. انا اللي همشي ببيلا الخطوتين دول وهوريك. صورني كده انا وبيلا. بيلا صورني من ورا، هاتها من ورا. هاتي من قدام بقى، لا من قدام عشان تشوف فرق ايدي. بيلا يلا. جود جيرل جود جيرل، شطوره جود جيرل. هو نفس الكلب، ما اختلفش. ايه اللي بواي؟ هو نفس الكلب. اتمشي معايا الخطوتين دول بهدوء عشان انا ماشي صح وبتكلم معاها. لو ما اتكلمتش معاها الكلب هيبتدي يبعد عني ويبقى عايز يشمشم وعايز يشوف الاصوات الغريبه. بيلا عايزه تشد نفسها لورا، انا مش هريح لها الليش. بص هي جت جنبك، خلاص انا ده اللي انا عايزه، مش محتاج اي حاجه ثانيه. رولز بسيطه. يلا تعالى نجربها سوا بقى، انت عشان تجربها بنفسك. امسك ايه، ما تخليهاش. بص يا عماد شمشم ممكن تاخد حاجه من الارض، ركز كويس قوي. احنا في مصر الناس بترمي سم في الاكل ومش عارف ايه عشان ما يحصلش حاجه. لف يا احمد ممتاز، اتكلم معاها بقى. يلا من هنا. ايوه ممتاز. بص يا احمد، سيب ايدك اللي ماسكه الليش اللي هناك وخد خطوه لقدام ووطي البيلا في الارض كانك بتقول لها كم من هنا. ايوه بيلا بيلا بيلا.
طبعا بيلا شايفه حاجه هناك عايز تشمشم فيها وريحتها بص مغريه. ايوه ممتاز جود جيرل. يلا قوم وكمل قوم وكمل. بالراحه يا احمد. بلا استنى يا احمد وقف استنى استنى بص عليها هي عايز تعمل ايه؟ هي مش عايزه تجرك هي تعبت. بص قاعده بهدوء وبالراحه. بلا بلا ايوه ممتاز يا احمد. اتكلم يا احمد ركزي معايا ملناش دعوه. هتبعد دماغها يمين ولا لا ملناش دعوه وهسحبها ناحيتي وهكذا. يلا يا احمد وريني ركزي معايا بقى. كمل يا احمد واتكلم. يلا يلا احمد انت بتسيبها تروح بدماغها وده غلط. انا عايز افضل دايما بكنترول على دماغها تبقى مركزه معايا. بالله ركزي معايا. لا لف وتعالى لي هنا يعني هاتها كده بقى اتمشى كده امسك صح الليش قبل ما تتحرك. شفت بقى انت هتتلخبط ازاي؟ ركز انت كنت ماسكها صح. ايوه كده بس هاتها هي بقى على يمينك. ما اتكلمتش ولا قلت لها يلا وسبت الليش طويل فطبعا جرتك ولفت من الناحيه الثانيه. شفت كل دي غلطات ازاي؟ انا مش عايز ده يحصل بقى. واحده واحده وبراحتك اغلط وانا هصحح لك بس اهم حاجه بلا تركز ماشي؟ بلا يلا. طيب استنى على بلا عشان بلا تعبت خليها تريح شويه ونرجع نكمل تاني. يلا بينا نقوم ملناش دعوه. ها ملناش دعوه نقوم نقوم يلا ارجع ورا شوية. نو بص انا بعمل ايه. ها نو كل حاجة هي بتفكر ان هي تعملها انا بلغيها قبل ما تعملها فبالتالي ما بلاقيش صعوبة ان هي تقف وتنشن. تمام يلا تعالى وريني كمان. حلو قوي ممتاز ممتاز يا احمد كمل اتكلم يا احمد ما تسيبهاش تسرح. احمد زهق عايز اقول لكم الموضوع ده بس هو لازم ضروري انك تتكلم مع الكلب بتاعك. ممتاز ممتاز ممتاز. دلوقتي واحنا مروحين ببيلا طبعا الوضع اختلف كتير ودي اول سيشن للتمشيه. ممتاز يا احمد ممتاز ممتاز يا احمد. طبعا هي شده شويه هناك ناحيه اليمين بس بالنسبه لاول سيشن فده الافضل وانا منتظر من احمد انه يحسن النتيجه اكتر واكتر.